ماشي <applause> قوفني الدعاء الاول لازم امسكه بقول ادعيه طبعا ممكن ما تحفظونهم ادري ما عندكم تكتبونهم ان شاء الله حاول انزل لكم بوستات باكر سارتب لكم بس اقول لكم فكره عنهم الاول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك هذا الدعاء النبي عليه الصلاه والسلام قال اظن لعلي بن ابي طالب قال لو كان عليك مثل جبل صير دين لا الله يعني لو كان الدين عليك مثل الجبل الله يؤدي عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك الدعاء الثاني الدعاء الثاني هذا لا مقدمة لكن ختامه الدعاء اللي هو اللهم ابسط علينا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك بداية المقدمة اللهم لا مانع لما أعطيت ما ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضلت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا هذه مقدمة كذي وبعدين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ثلاثة الدعاء المعروف من أذكار صباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وفي حديث آخر من له وأعوذ بك من المأثم والمغرم اللي هو الدين. أربعة هذا الدعاء جزء من أذكار النوم. في عندنا دعاء أو ذكر من أذكار النوم طويل، آخره يخص الرزق، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. كل هذا الجزء على الأقل في أو في أي دعاء أنت تدعوه بإذن الله يكون يعني سبب من للغنى. الدعاء الخامس قبل الاخير دعاء طويل بس بقوله مره ما يخالف وان شاء الله باذن الله انزلكم انا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام لو كان عليك مثل جبل أعدين لأده الله مثل جبل احد عليك دين الله يؤديه عنك هذا الدعاء تلتزمه لا تخليه قوله طويل بس تحفظ خلاص سهل ترى ما ياخذ منك ثواني اخر دعاء ذكر جميل جدا النبي عليه الصلاه والسلام علم اعرابي ذكر اللي هي الباقيات الصالحات قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فكذي مسكهم الصحابي الاعرابي بايده وراح يوم راح تعرفون لي طق بريك توقف فلما النبي عليه الصلاه والسلام شافه قال للصحابه اللي قال تفكر البائس قال يعني أشوفه شوفوا شوفوا جايكم كان يرجع قال يا رسول الله هذه اللي علمتني اياها لربي فما لي؟ هذه حق الله انا قاعد كربي زين شنو لي انا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت سبحان الله قال الله صدقت واذا قلت الحمد لله قال الله صدقت واذا قلت الله لا اله الا الله قال الله صدقت واذا قلت الله اكبر قال الله صدقت ثم تقول هذا الشاهد الحين اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت اللهم ارحمني يقول الله قد فعلت اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت هذا الذكر لا تنساه يعني انت شو تقول تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني كرر هذا الباقيات صالحات وبعدين تعطيهم الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني لان الله يقول وراهم قد فعلت يعني غفرتك ورحمتك ورزقتك هذا وعد من رب العالمين. هذه الاذكار السته، طبعا في ادعيه كثيره في الرزق يعني من ضمنها وارزقني كذا، لكن هذه اللي تكون واضحه وخاصه في مساله الرزق سواء قضاء الدين، سواء الرزق وان رب العالمين يعطيك يعني ان شاء الله ما دعوته ورجوته. هذه الاشياء اللي حبيت ابينها في اسباب الرزق بشكل سريع، واحد تقوى الله، اثنين التوكل على الله، ثلاثه الاستغفار والتوبه، اربعه التفرغ للعباده، خمسه صله الارحام، سته المتابعه بين الحج والعمره، سبعه شكر الله، ثمانيه اللجوء الى الله عند الحاجه وانزال الفاقه به. تسعة الصدقة عشرة الصلاة ثم عندنا ست أدعية حسيت أن مراسلكم من سعد عبد <applause> هذا اللي حبيت أبين لكم إن شاء الله يا رب ينفعنا ويا رب يكون هذا الكلام اللي قلناه سبب أن ربي يفتح علينا جميعا الأرزاق والخير والنعم ويكثر مالنا ويبارك لنا فيه هو الرزاق هو الغني هو الكريم هو المنان هو الوهاب هو المعطي ما تعدم خير من رب سبحانه وتعالى عسى الله يباركنا ولكم بس اعطوني فتش فتشه شوي خلنا احفظ لكم اللايف وعابل بهالستاند وان شاء الله ارجع لكم مع سؤال جواب الحمد لله رب العالمين